أطلقت وزارة الدفاع جسرا حديديا للربط بين جانبي مدينة الموصل بعد شهور من المعاناة نتيجة انفصال الجانب الأيمن عن الأيسر. وأكدت الوزارة أن بناء الجسر جاء لتخفيف عبء التنقل عن المواطنين والقوات الأمنية بعد أن دمرت جميع جسور المدينة في أثناء الحرب، مبينة أن هذا الجسر هو الأول من نوعه بعد انجلاء غبار الحرب. كما أوضحت أن إعمار الجسور المدمرة قائم، وهذا الجسر مؤقت لحين إنجاز إعمار الجسور الخمسة. جسر مزدوج الاستخدام للأغراض العسكرية والمدنية، هدية من قوات الجيش إلى أهالي محافظة نينوى الكرام. أثبتنا للجميع أنه الجيش قاتل، تم تحريرهم من داعش، ساهم في نقل النازحين والمحافظة على ممتلكاتهم وأرواحهم. اليوم يثبت أنه في خدمتهم، إذن تم تجسيد شعار الجيش للحرب والإعمار، هذا ما طرحناه. أيضا ستساهم كتائب الهندسة بإعمار الجسر الخامس في المستقبل إن شاء الله. هذا الجسر هو عبارة عن جسر أكروبونتون عائم من الجسور المدنية العسكرية، فهذا الجسر بإمكانه أن يبقى فترات طويلة ويتحمل البقاء فترات طويلة إلى أن يتم إنجاز وإعمار كافة الجسور المدمرة من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور ومن قبل الحكومة المحلية.